راديو نيل. دايما في كل يوم خميس بلتقي مع حضراتكم على نفس الموجة نغم اف ام، وبيكون معانا ضيف نحن دائما وابدا معاه على نفس الموجة. بنختار ضيوفنا اللي احنا متوافقين معاهم على نفس الموجة. ضيفنا النهاردة الحقيقة ضيف يستحق ان احنا نتوقف عنده، قصته قصة جميلة جدا. واحد دخل سوبر ماركت فبقى مؤلف، والله مش بهرج. 2016 دخل سوبر ماركت بقى مؤلف، وايه بقى، وعمل اعمال يعني لطيفه جدا. يعني اكيد كلنا بنحب مسلسل مكتوب علي بتاع اكرم حسني. المؤلف اللي معانا النهارده هو اللي كتب المسلسل ده، الاغنيه اللي فيه كمان هنسمعها النهارده. مفاجئتين ها. لا بجد، إيهاب بليبل مؤلف شاب. الحقيقة هو من 2016 بدأ من غير أي ورش، من غير أي حاجة، دخل على طول سوبر ماركت، خرج مؤلف قصة غريبة عجيبة مريبة. ولكن هذا هو ما حدث. هنعرف هذه القصة النهاردة بالتفصيل. هنعرف أنه كمان الفترة جاي بيحضر لأحد الأعمال اللي هتبقى مهمة جدا مع أمير كرارة، عنده مسلسل في رمضان القادم مع مصطفى خاطر وتوتا. محمد عبد الرحمن اشتغل مع أكرم حسني وهنا الزاهد وهشام ماجد ومصطفى خاطر، وقريب جدا أمير كرارة هيعمل فيلم من تأليف إيهاب بليبل. يا مساء الفل. أهلا وسهلا بيكي، وأنا المتشرف حضرتك يعني. نورتنا، ربنا يخليك. قصة السوبر ماركت هنحكيها، بس خليني الأول بس يعني إيه أقول أنه بجد أنت شخصية مختلفة باينة قوي من خلال كتاباتك. وإيه أكتر عمل أنت عملته أنت شايف هو على نفس الموجة معاك؟ مكتوب عليا طبعا. طبعا. مكتوب عليك ايه بالظبط؟ هو كان المشكلة في مكتوب عليا، يعني انا بشوفها من ناحية القدر. اللي هو المكتوب على البني ادم. فلو شفناه ده هيبقى حاجة حلوة ولا مزعجة. فلقيت مع الكتابة عاملالي ساسبنس انا بحبه، يعني بحب الكتابة الساسبنس كوميدي. حتى كررتها قبل كده في مسلسل كان اسمه طلقة حظ بتاع مصطفى خاطر. انت شاطر جدا في السسبنس الكوميدي ده، كوميدي بس سسبنس. ما بحبش مش كده، بس بحب اللون ان يبقى الشخص بيتابعني ضحك ما تحكش، هو بيتابعني ما يزهقش. ما يزهقش ده مهم جدا.